الصلاة لها شروط، هذه الشروط تأتي قبل الدخول في الصلاة. نيش تشان برجكي هي أو مرجانش بيش أوياك بتشي تناو نيشكوا. أهم شرط هو الإسلام. جرينج ترين مرج إسلام بونا. لو صلى المشرك صلى الكافر الصلاة باطلة. أجر كسيجي مشرك يعني كسيجي كافر نيشكر أو نيشكي باطلة ونارواية. صلى من يسب الرب سبحانه وتعالى. هرشي كسي جوين بخواي جورا بدا من يستهزئ بالدين الإسلامي. هر وها أو كسي قالت بدين إسلام دكات. يطوف حول القبور. أو كسانيك بدوري خبرك أنا صور دخون. لا تقبل صلاة هذا حتى يتوب. نجي أو كسانة دروس ليا تاوك وتوبانك. الشرط الثاني العقل، فلا تصح صلاة المجنون. مرجي دوام أيش بوني عقل وجيرية كواتا كسي شيت نيجاكي دروس ليا. والسكران من باب أولى. وكسي سرخوش لا بيشترى. فنمنع السكران من شرب الخمر ونأمر بالصلاة. والرجلي اللي كين لا كسي السكران لخوارد نوي عرقه فرماني بيدا كين بني أشكردن. الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز، يعني التفريق بين الأشياء، يعرف السؤال والجواب ليس البلوغ. وشرط السيام أيش تمييز واتا جاك نوي شتكان نك بريتيبيا لا بالغبون. فهل تصح صلاة الصغير؟ آية نيجي من دال دروسة. إذا كان يميز فالصلاة صحيحة. أجر تميزي هبو أو نيجاك يدروسة. يعرف أن هذا ماء وهذا نار مثلا. أجر بزاني أما آو أما أجر أبو نمنا. الشرط الرابع من شروط الصلاة. مرجي شوارم لمرجكاني نيش. النية. نيت. وهي أن يقول. أيش أويا كبلت. اللهم. اللهم. إني نويت. من نيتم أويا. أن أصلي. كنيأمني شبكم. في هذا اليوم. لم رشدة الأربعاء روجي تشارشما الثالث سيام روجي من شهر رجب لشهر رجب المحرم كحرام كلاوة 1440 سالي هزار وشوارسات وشل مصليا بالمسجد النبوي لا مسجدك يا غمري فصل لا يمكن أن يقول هذا الكلام هذا بدعة ناكري أمها مخصانة بك أمها مو بدعية لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم البدعة يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم أم خصاني نكر دوها ما أمر بها فرماني بي نكردوها فكيف نصنع هذه الأشياء؟ إيه ما تشون بيكين؟ الشرط الخامس مرجي بينجم رفع الحدث الأكبر والأصغر لا داني نهيشتني حدثي قورو بتشوك يعني لا يمكن أن يصلي بغير وضوء إيواتا نابي كسيك نيش بكابة بيدز نيش إذا خرج منه ريح مثلا أقربوني كيلي درشو بونمنا ولا يمكن أن يصلي بغير اغتسال إذا خرج منه مني مثلا وأقر مني اللي درشو بونا ببيع اغتسال وخوش وردن وغسل كردن نيشكي بكات الشرص السادس مرجي ششم لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء بيست نجاسة وبيسي لسر سيشت لا ببرين عن بدنه لسر جسي وعن ثوبه لسر جلو برقكي وعن المكان الذي يصلي فيه ولسر أو جيقاي كنيجي لسر دكات السابع حوتم استقبال القبلة استقبال الكعبة ركضنا قبلة وركضنا كعبة الثامن لابد من دخول الوقت هشتم بيوستا شو بيتناو كاتكوا فلا يقدم الصلاة عن وقتها نابي نيجاكا بيشي وقتي خوي بكات ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها وحرام نيجاكا لكاتي خوي دربك أبو دروي وقتك الشرط التاسع والأخير شمرجي نويمو كوتاي ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة دا بوشيني عورات يان ورقتيني همو زينتك لن يوجك دا المرأة تستر جميع البدن إلا وجهها آفرت همو جسي دا بوشيتن هذا متشاوي نبي والرجل يغطي من السرة إلى الركبة وبياو دبي لا ناوكي وهتاكو أجنوي دا بوشي مع استحباب ستر العاتقين ومستحبك لسر شانكان